انا 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 شاري جدا. تمام. اسال سؤال، في دلوقتي مشاهد عزيز اهلاوي قاعد بيتفرج على حضراتكم، قال لك كلامكم حلو قوي عجبني، بس هو انتوا ليه بتقولوا مع هذا الكم من اهدار الفرص ان دي مشكله مدير فني؟ انا على فكره قلت ده من كام يوم، قلت انه الاهلي بيضيع كتير، دي مش مشكله مدير فني. خلاص يعني انا كده كده شاري الفكره اللي انا عشان اللي انت قلتها. لسه اقول لك انا ما بقولش مش مشكله مدير فني. شاريها. تمام. خلاص تمام. بس هو السؤال بقى سيد عماره اللي هيساله اي مشاهد دلوقتي قاعد بيتفرج عليه، يقول لك هو انتوا ليه بتقولوا وبتستثنوا المدير الفني؟ ما هو المفروض يمسك اللعيبه اللي بتهدر الفرص دي ويشتغل معاها تخصصي علشان ما تهدرش الفرص دي. هو مش انت شفت بعينك انه في اخطاء من اهدار الفرص كتير من السنه اللي فاتت؟ طب ليه في فتره الاعداد ما اشتغلتش؟ طب ليه في التوقفات ما اشتغلتش؟ طب ليه طب ليه طب ليه؟ فما هو الرد؟ ومين قال ان هو ما بيشتغلش؟ بس ده رقم واحد، انا هستاذنك بس ترجع لي بعد ما يخلص عشان معايا حالات. رقم واحد، مين قال ان هو ما بيشتغلش؟ هو الراجل بيشتغل. هي بس نقطة مهمة جدا عشان كنت هبدأ بيها أصلا كلامي. ملام كولر ولا لعيبة؟ أنا على فكرة أنا هكمل على نفس الكلام اللي قاله عمر. أنتوا مش مختلفين على فكرة. خالص خالص. يعني أنا هكمل على نفس الكلام اللي قاله عمر. هي النقطة في إيه؟ هل في لعيب في الأهلي واضح للجميع إن هو بيصنع الفارق؟ لعيب فارق عن كل اللي حواليه فبيصنع لك الفارق، بمعنى إن الأهداف اللي بيجيبها مثلا أهداف لعب فردي. ماشي. صح؟ ماشي. بتبقى باينة. ماشي. لعيب عنده القدرة إن هو يراوغ لعيب واثنين وثلاثة ويحرز هدف، لعيب عنده تسديدات من بعيد فبيجيب هدف، في أهداف بنقول آه صح؟ ماشي. ده لعيب بيعرف يصنع الفارق، بجانب الاستمرارية اللي هي آفة الكرة المصرية في كل شيء، صح؟ المنظومة اللي كولر اشتغل عليها الموسم اللي فات دي كانت هي نفس المنظومة اللي من قبلها، صح؟ حصل وما حققتش. خد الدوري ابطال افريقيا ولكن تعثرت في الدوري، تعثرت في باقي البطولات. لما جه الراجل كولر عمل ايه؟ اشتغل على المنظومه دي. لما خلص الموسم وفنشه بالخماسيه التاريخيه اللي خدها من البطولات، الناس كلها اشادت بايه؟ في لعيب بطول. كان هو النجم ولا قلنا المنظومه بتاعته؟ المنظومه كلها خلقت. حصل. والدليل ايه؟ بص على الهدافين بتوع السنه اللي فاتت، متنوعين من كل المراكز وكل محمد شريف 14، كهربا 13، حسين الشحات 10، بيرسيتاو 10. وخلي بالك هي الارقام دي في معدل الماتشات اللي كان بيتكلم عليه عمر، 58 مباراه، قول متوسط ان كل واحد فيهم لعيب 40 مباراه. لما يبقى عندك لعيب في النادي الاهلي مسجل 10 او 11 12 هدف في 48 او 45 مباراه، لا ده معدل قليل جدا. تعرف ان الراجل خلق كم حلول كتير عشان يعرف يسجل اهداف يعوض. النقطة بقى اللي انا هروحها لك بس بالحالات سريعا جدا، هي الفكرة كمان في النقطة بتاعت اللعيبة دي تحديدا ايه؟ الأساس بتاعها، لما أقول لك لعيب يصنع الفارق، الأجوان السهلة اللي اللعيبة بتجيبها، يعني مثلا في آخر 10 مباريات كهربا مسجل 3 أهداف، صح؟ تعالى نتفرج على الثلاث أهداف دول عشان تعرف الراجل بيعمل ايه؟ بقى الراجل عايز يوصل لعيبة الأهلي بأكبر كم ممكن من الفرص السهلة عشان تعرف تجيب اجوان. ده مثلا جون، ده الثلاث اجوان اللي في العشر مباريات عشان احنا بنتكلم على الازمه الحاليه، ده جون منهم تاب ان بيسموه كده في انجلترا، اللي هو فرصه سهله جدا شبكه فاضيه. نفس الكلام سيمبا، بص في جوه منطقه الجزاء يا دوب بيحطها. ميدياما، بص امام عاشور لعبها هوب في السته، صح؟ ادي الثلاث اهداف اللي احضروا في مقابل اهدر كام واحده شبه دول شفتهم في يانج افريكانز وشفتهم من قبلهم. اجمالا بنقول ايه النقطه؟ انا عايز اطلع ايه؟ ان اللعيبه دي في الاخر عندك منظومه المدير الفني شغال عليه عشان يوصلك للعيب ده جوه منطقه الجزاء فرصه واثنين وثلاثه واربعه عشان تجيب منهم واحده بس. فاذا لما نيجي نقول على الراجل ان هو الملام، لا هو مش ملام لوحده، لان القماشه اللي معاه دي اولا ما عندهاش استمراريه انها تسجل لك على مدار الموسم تعدي ال 20 جون مثلا زي الطبيعي في كل الدوريات عامه الكبيره، ان عندك يبقى عندك هداف كبير بيسجل لك وبيصنع لك الفارق وده طبيعي. ان ايه قول لي؟ انا بحسب. ماشي. ايه؟ يا ابني كمل وانا بكلمك. ماشي. طبيت. النقطة الثانية، النقطة الثانية تحديدا يعني بص بقى على الأهداف اللي جت، أنت ممكن تشوف أهداف حسين الشحات، هدف واحد في آخر 10 مباريات أهو، بص الجون عامل إزاي؟ شبكة فاضية، راجل راح حاططها. طب هدف بيرسي تاو في يانج أفريكانز، ودول أهم ثلاث حلول في النادي الأهلي. ماشي. هل نختلف إن دول أهم ثلاث حلول؟ لا. حسين وبيرسي وكهربا. طيب. دي الأهداف اللي سجلوها.